هذه الآية هي قول الله تعالى من سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد ذرأنا، قال ابن كثير: أي خلقنا وجعلنا. الله خلق للنار ناس، وللأسف الشديد هؤلاء الناس يتصفون بصفات من أقبح الصفات. قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا يتكلم عن حال الغافلين الذين يدخلون النار من الجن والإنس. قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم قلوب لكن الدين ما يفهموه بالقلوب، لأنها قلوب ممتلئة بالشر، أعاذنا الله وأجارنا الله وإياكم. يعني ممكن تشغل غنى يفهمه، تشغل مسلسل يفهمه، تشغل كورة يفهمه كلها، فيلم يركز فيه ويفهمه، شر يفهمه، لكن يقرأ القرآن ما بيفهمه، يقرأ يسمع الأحاديث ما بيفهمه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها أي الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله قال الناس زي الأنعام، الناس زي، بل هم أضل، أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. شكاية يا جماعة من أخطر الصفات صفة الغفلة، وللأسف الشديد نحن الليلة إلا من رحم الله بنتصف بها. السلف ذيل كانوا بيتذكروا الآخر، وكانوا بعظموا الله تعالى، وكانوا بيربطوا بين أمر الدنيا والآخرة. عبد الله بن مبارك قال: رجل ما لعبد الله بن مبارك فضل علينا حتى قيل عنه في زمانه شيخ الإسلام في زمن. قال الرجل: حتى دعانا رجل ذات ليلة للعشاء، قال: وبينما نحن نتجاذب الحديث أطراف الحديث إذا بالسراج ينطفئ، نتونس قال اللمبة طفت. قال: فذهب صاحب الدار فأصلح السراج، فرأيت عبد الله ابن المبارك، فرأيت عبد الله ابن المبارك وعيناه تذرفان، فعلمت أنه لما رأى ظلمة الليل تذكر ظلمة القبر وتذكر الآخرة، فعلمت أن الله فضله علينا نحسبه بخشيته وخوفه. ديل بيربطوا بين الدنيا والآخرة، يعني لما يشوفوا حاجة طيبة في الدنيا بيقولوا زي ما في السنة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لما الزول تجد عنده بيت فاتنة ومتبرية وجميلة ما بينخدع، يتذكر الحور العين. لما نشوف القصور والمباني والعربات ما بينخدع، يتذكر ما أعده الله لعباده في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي في الجنة، مجرد ما دخلوا قال ينادي منادي. المنادي ده بينادي بأربع بشارات: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة، أقل ذول في الجنة، أن يقول له أي الله تعالى: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم، فيقول: هذا لك ومثله معك.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعيم عظيم. عشان كده يا جماعة نحن الليلة في غفلة. هذول بيمرق من بيته، منو فينا بيمرق من بيته يقول يمكن يموت قبل ما يرجع؟ منو؟ السلف ديل الرسول عليه الصلاة والسلام مر بعبد الله بن عمر وهو وأمه يصلحان جدارا، صلحوا في الحيطة، فقال ما هذا يا ابن عمر؟ فقال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر جدار لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيطة نصلح فيها. قال الأمر أعجل من ذلك. ما قال القيامة جاء، الأمر أعجل من ذلك. ومع أنه ما حرام الزول يصلح حيطه، لكن ذا يوريه أهمية أهمية الوقت. أيوة، في صحيح البخاري وضع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وضع يده على منكب ابن عمر، أخذ بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر كما في البخاري يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، من واسي الخاتل إنه قد يموت قبل الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ما تكون غافل، انت ممكن في اي لحظه ناس ياخذ نومه، الزول بينوم ملك الموت يجي في النوم يموت. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني في زول من نومته دي موجود، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى عند وقت معين. فالزول ما يغفل، الزول يكون متيقظ. حوادث شغال، امراض شغال، اجال منصوبه ومكتوبه، في اي لحظه من لحظات مفارقه الدنيا، كما قال بلال بن سعد رحمه الله يقال لاحدهم تريد ان تموت؟ فيقول ليس بعد. فيقال ولما؟ لماذا تموت؟ فيقول حتى اتوب واعمل صالحا، بعد اتوب واعمل لي عمل صالح ثاني ما مشكله نموت. قال فيقال له تب واعمل صالحا، هس تب وهس اعمل لك عمل صالح خليك مستعد. فيقول سوف اتوب، بتوب لقدام، لي رمضان الشياطين مربطه بتوب، والمسلسل دي بس الحلقه الاخيره تنتهي بتوب، والكيس ده اخر مره وبتوب، والسجاير ده اخر سجاره وبتوب، والسوق ده بس اخر بيع. قال فهو لا يريد ان يموت ولا يريد ان يتوب، يعجل عمل الدنيا ويؤخر عمل الاخره. شكل الغفله دي عندها علامات، منها التعلق بالدنيا، زول ماسك بالدنيا دي وحريص عليها، ده دليل على انه غافل. زول الاخره ما بيتعلق بالدنيا كثير، ده رامي قدام تلقاه بالليل يصلي ويعبد وخايف، وبالنهار ما شغال بالناس كثير والى اخره، زي سالم بن عبد الله بن عمر ده من الفقهاء السبعه طاف بالكعبه امير المؤمنين، جاء قدام الناس شاف الناس ملتفه حوله، قال لهم من هذا الذي يلتف الناس حوله وللمؤمنين للمؤمنين امير غيري؟ قالوا لا هو سالم بن عبد الله من الفقهاء السبعه. فاتاه فقال يا سالم الك حاجه في الطواف؟ طائف. قال يا هذا اما تستحي اما تستحي واستحي ان اسال غير الله في هذا الموضع وانا في بيت الله زال في التقاليد وفي بيت الله زال؟ قال فذهب مشى هناك انتظر، قال لهم بعد انتهي طوافه جيبوا لي هناك برا الكعبه، جابوا برا، قال له هنا يا سالم لك حاجه؟ خلاص فرقنا من البيت، اها برا عندك حاجه؟ قال من امر الدنيا ام من امر الاخره؟ هذا التخمين في الدنيا ولا الاخره؟ قال له اما الاخره فلا حاجه لنا فيها، الاخره دي والله ما نخش فيها، يقول عادي في ناس بيخشوك يقول لك امسك فينا بعدين بتلقانا قدام، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا، ده بتاع الطريقه لاحميك في الدنيا ويوم القيامه، ويوم القيامه برجاك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. والله قال يوم لا يملك، يوم لا تملك، يوم لا تملك نفس لنفس شنو؟
شيئا والامر يومئذ لا يوم القيامه لا يوم كيف يجوز. قال الاخره دي احنا ما بنقدر نتصرف فيها. هناك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الدنيا والاخره. لكن قال لا في امر الدنيا دار اخدمك في الدنيا دي. فقال سالم الدنيا ما سالتها الذي يملكها افاسالها من لا يملكها. والله قال انا في الطواف في ما قاعد اسال الدنيا. في الطواف ده ما بقول الدنيا وكذا. بس على الله الاخر. ولذلك انت من علامات الغفله التعلق بالدنيا. تقول تلقى قايم وقاعد جاري همه كله قروش. في ناس تعالوا السوق ده بخشوا عشان ياكلوا ويشربوا ياكلوا اولادهم ده كويسين. قال ما رزقهم حلال وبيشتغلوا حتى لو عربانين وتعبانين بيصلوا كويس. وفي زول بيخش السوق ده ما عشان ياكل ويشرب، المرحله دي فاتت وانتم عارفين الكلام. في ناس المرحله دي فاتت. يقول لك والله بس دارين نأمن مستقبل اولادنا. وانت مستقبلك كامل خليه للاولاد. والثالث ده كمان اخطر من ده. ده ما همه اولاد، ده همه التنافس. عشان وصلت مرحله يعني همك القروش عشان يقولوا الله التاجر ده مسك السوق كله. الكلمه دي بتحاربه. داير الكلمه دي يقولوها له. في ناس كده قاعدين في السوق تعبانين. كثير ابن القيم قال اصول الخطايا كلها ثلاثه غير المعاصي ذيك الكبيره الثانيه او المعاصي عامه وكذا، لكن الخطايا اصولها ثلاثه من الامراض. وفي المعاصي برضه داخله في الخطايا. قال الكبر ده الاصل الاول، وهو الذي اصار ابليس الى ما اصاره الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال والحرص وهو الذي اخرج ادم من الجنه. الحرص هو الذي اخرج ادم من الجنه. لكن ادم تاب ما زي ابليس عليه السلام، ما فيه كلام ده. وقبليه ما فيه كلام لانه تاب. قال والحسد وهو الذي جعل احد ابني ادم يقتل اخاه بسبب الحسد. قال فمن اجتمعت فيه الثلاثة اجتمع فيه الشر. زول بتلقاه متكبر وحريص وحاسد ده خطير. عشان كده مروان قال للحجاج بن يوسف قال له يا حجاج ما من عبد الا ويعرف عيب نفسه فما هو عيبه؟ قال له زول عارف الشر اللي جوه شو؟ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. انت شرك شنو؟ قال له دعه يا امير المؤمنين، والله اذا خليه مره واحده. قال سالتك بالله ما هو؟ قال انا رجل لجوج حسود حقود. انا قال له بس فين الثلاثه دي؟ لجوج وحسود وحقود. بيغلط ده ما بخليه، وحسود ده. قال اجتمع فيك ما لا يجتمع الا في ابليس او كلمه النحو. فلذلك فينا الحجاج المهم فيه ما فيه وقيل فيه ما قيل. في ناس ذكروا كذا وكذا لكن فيه شر معروف. فبنهاية المطاف يا جماعه الزول من علامات الغفله التعلق بالدنيا. من تلقى نفسك الليل والنهار جاي وفي الصلاه همك الدنيا ودار تموت تتذكر الدنيا والى اخره. شكاية الزول العابد شرعوا له والمسلم شرعوا له اذكر الله عند النوم. لانه لما تجي تنوم ده ذهنك بيفضى بعد ده بيكون الشيء اللي انت خاتي فيه والهم ده بعد ده بتتذكره في النوم. عشان كده شرع للانسان ان يذكر الله عند النوم. ومجرد ما يصحى شرع له ان يذكر الله تعالى. زي الزول لله المثل الاعلى. الزول اللي عنده قريبه قالوا له بالمستشفى عندك سرطان وخايف عليه. تلقى لما نيجي ينوم يفكر. اولاده يقول له يا حاج انت مالك منطد عيونك؟ قول والله قريب ده سرطان. اصحى من النوم قول له مالك انت هامي؟ قول قريب ده لانه ده اللي بيفكر فيه. شكاية المؤمن قبل ما ينوم شرع له الذكر عشان يبقى اخر شيء يفكر فيه رضا الله سبحانه. وبعد ما يصحى يذكر الله تعالى الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. يشكر الله سبحانه وتعالى. من علامات الغفله الاغراق في المعاصي. الزول الغافل يا جماعه بيقع في الذنوب والمعاصي. اطلق البصر مسلسلات عامه تلقاه الافلام
في الشارع يعاين يا رجل، والله مرات تلقاه 70 سنة و60 سنة بدل يسبح ويستغفر في البيت تلقاه خدت له كرسي برد يعاين في الماشيين والجايين. يعني ده لو 60 سنة بعاين في الدنيا دي لسه ما شبع 60 سنة ولسه مصر قاعد. يا اخي الحسن البصري قال: يا معشر الشيوخ، ماذا ينتظر الزرع اذا نضج؟ قالوا يا ناس الكبار، الزرع لما ينضج ينتظر شو؟ قالوا الحصاد. هاي قال لهم انتم قربوا لحصدوه زرع الكبار. قال: فالتفت الى الشباب وقال: قد تصيب الافه الزرع قبل ان ينضج. في حاجه اسمها البوده معروف في الجزيره وفي غيرها بالزراعه. قال لك الزرع ده مرات قبل ما ينضج برضه الافه شنو؟ بتصيبه. الشباب برضه ما يؤمنوا، الموت ده ما شغال. فالمعاصي دي الذنوب، زول تلقاه غافل من علامات الغفله الوقوع في المعاصي. يا اخر الصلاه غافل، مذكر الله مذكر الافه يا اخر الصلاه، تلقيه يطلق لسان في الحرام نكاد وكذب وده كله من الغفله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ليصمت. أيضا من علامات الغفلة الإغراق في المباحات، تلقاه همه وجاري وراء المباحات، الأكل الشراب النوم إلى آخره، ده من علامات الغفلة. وأعظم الغفلة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. خليه الموت، خليه القبر، خل القيامة، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى تعالج بالزهد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا علمت وأحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. تخليك متيقظ. وأعظم الزهد قال أبو سليمان الداراني، قال: الزهد هو الزهد فيما سوى الله تعالى، ترك ما سوى الله تعالى، ما تنشغل بشيء غير الله سبحانه وتعالى. مش معناه الشيء الواجب عليك والشيء يعني المهم في الدنيا تقوم تهمله، لا ما تهمله، وكل تما واشرب وتزوج وربي اولادك واشتغل في السوق، ده كله مبنى في الزهد ولا مبنى في اليقظه اللي هي ضد الغفله. لكن يكون الهم الأعظم هو الله تعالى، والتعلق بالله، واللجوء إلى الله، والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ما تنشغل بغير الله، وما تسأل غير الله سبحانه وتعالى، وما تلجأ إلى غير الله، تسأل الله سبحانه وتعالى وتفر له وتتضرع له سبحانه وتعالى. لا جنى اسال الله، ما تسال غير الله، ما بدي جنى. عجلت اسال الله، ما تقول يا فلان ويا علان، ما تعلق حجاب، ما تعلق كمون، بيحفظك الله سبحانه وتعالى. تتعلق بالله وتفر الى الله وتلجا الى الله وتصلي لله: امن وقانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فجماعة الناس اجتهد في الطاعة، تترك المعاصي وترجع إلى الله وتوحد الله وتتذكر الموت والقبر والقيامة. والله إذا فيه إصلاح القلوب، كما قال ابن الجوزي رحمه الله نقلا عن بعض السلف: مما يصلح القلوب التفكر في أمر الآخرة. فكر إنك أنت الليلة ماشي في الدنيا تشم في النفس ده هوا، بكرة بتخش القبر قدر الخضة، نصلي قدر الخضة قدر، زول تلقاه عمارات بكره يلقى نفسه في شبر، قدامه تراب، وراه تراب، بيمينه تراب، بشماله فوق، وغلاه تراب. يا عالم ده نصيبك في النهايه في الاجر دي، ولو نوب منها يوم القيامه، ولو مس التراب ده كذي كان الامر هين، كم ملائكه وسؤال وشغل كثير. الرسول عليه الصلاه والسلام في سنن ابن ماجه حديث ثابت كما قال الالباني، قال: ما رأيت منظرا قط، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وفي ضبط ما رأيت أي أنت،
ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. تخيل أنت تخش عليك بيت تقول ده مهجور ومسكون ما له أبواب مظلم، تخش ترقد فيه يجيك داب يجي عقارب ولا يموت في بير كله مصايب جوا. القبر قال أخطر من الشغل أي منظر في الدنيا. ولذلك يا جماعة الزول يذكر الأشياء، ذكر إنه في وقفة طويلة وفي قيامة وفي صراط جسر بيصعد فوق ليه وعشان يدخل الجنة بعدين. نسأل الله ينجينا وإياكم وأن يتغمدنا برحمته وأن يتجاوز عنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يعفو عنا أجمعين وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن السماع. بارك الله فيكم.